البيت الكبير اتغير وبقى دلوقتي ترابيزه بينج زي ما حضراتكم شايفين، وهيظل دائما البيت الكبير موجود. مش هتتاح لي الفرصه ان انا العب مع بطل اولمبي مره تانية الحقيقه يعني. فمباراه مرتقبه ما بين النجم الكبير عمر عصر وواحد صغير قد كده اسلام الشاطر. هنلعب مباراه مع حضراتكم كده على الهواء واحنا قاعدين واحنا بنلعب. يلا يلا بينا يا كابتن. يلا بينا. هتلعب؟ هلعب بجد. هلعب بجد ما بهزرش طبعا. مفيش هزار. الناس كلها هتتفرج علينا واحنا بنلعب ونشوف هنعمل ايه. يلا يلا. عندنا زمان كنا بنصفي صح. احنا ستيل لغايه دلوقتي هنروح جايين كده وهقول لك يمين ولا شمال. حلو قوي. نعمل كده. ماشي. الكره طلعت هنا. ماشي كده سيرفاتي. يلا. مش بالراحه قوي كده، خلي بالك انا يعني هقطعك. بنسخن بس الاول. راحت فين الكوره؟ لا معانا تاني. معانا تاني؟ معانا تاني. نجيب كوره برضه مفيش مشكله. البينج بونج في اسكندريه مختلف. طبعا. انت اللي عليك. 1-0 ليك. 1-0. لا 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 خلي بالك ده لا كابتن اسلام لعيب. كابتن اسلام لعيب. مديني واحد احترافي. لا طبعا. مضرب طبعًا. مضرب زي اللي كنا بنلعب فيه بالظبط في الاولمبياد. بجد؟ والله. اهو يلا. لا بلاش السيروهات دي. لا حاضر. هو السيرف بيتغير كام؟ 5؟ هنغير السيرف 2-2. 2-2. 2 سيرفين وسيرفين. كده 2-0 ليه؟ 2-0. 2-0 ها؟ حلو السيرف ده. انا خدت نقطه يا جماعه من عمر عصر عشان تبقوا عارفين. 2-1. لا اوعى. كانت فرصه. 3-1. 3-1. لا خلي بالك. ماشي كده 4-1. كده 4-1. ماي سيرف. ماي. لا لازم اهدى بقى عشان ايه. مش قوي كده. جايه تاني. جايه تاني. نقطتين من عمر. كابتن اسلام لعيب عمال بيلعب سبين. يوسر. ماشي يا عمر. جايه جايه تاني. يلا جايه تاني. جايه تاني. هتعمل ريمونتادا دلوقتي. يوسر ان شاء الله. ريمونتادا تاريخيه. احنا بتوع اللحظات الاخيره. الحمد لله. حركات دي بلاش يا ابني بلاش. ماشي 7-2. 6-2. 6-2 وسيرفاتك كام؟ ماي سيرف. اوكي. انا بقلق من السيرف ده. اوعى. ماشي ماشي. الله 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 الله. ايه رايك؟ الله عليك. ايه رايك؟ 6-3. حلوه جدا. سيرفاتك تاني. اتفضل. اوكي. يلا. بلاش الحركات دي. 6-4. 6-4. يلا. طب يلا الكره هتروح يمين ولا شمال؟ زي ما انت عايز. ماشي. هتروح يمين. هتروح كده؟ يلا. ماشي. راحت يمين. الله. ماشي. 7. عايزين كوره. شكرا. 7. 7 3. 7 4. 7 4. 7 4. الحق حلو. 4 نقط. الحق حلو. البطل الاولمبي. خلي بالكم. دي عادي. ده سيرف عادي حلو. يا ولد. الله الله. ليه؟ 7-5. سيرفيتك. ماشي. الله. 8-5. حلو السيرفي ده. 8-6. اسكندرانية. لا ما شاء الله كابتن اسلام سيرفه حلو وباك هاند حلو. انا مش هسيبك. كام؟ كده كام؟ 8-7؟ 8-7. 8-7. سيرفاتك؟ اتفضل. والله ماشي. 8-8. في كور تاني؟ لا لا انا مش هسيبك. طيب السيرف يروح فين؟ هناك المرة دي؟ زي ما انت عايز. ماشي هناك. ماشي. خسارة. 9-8. يلا حاول السيرف يبقى في الشبكة بقى المرة دي. ماشي. ايوه هو في الشبكه فعلا فعلا. 10-8. بس لاست بوينت. ده كلام يا عمر. ده كلام حبيبي يا عمر. 11-8. خلاص كده الجيم خلص. الجيم خلص.
ماشي يا سيدي، شكرا. انا خدت منك 8 نقط حبيبي. انت لعيب كبير يا كابتن، انا بشكرك. ربنا يخليك. اهلا، بشكرك عشان تبقى الكاميرا قدامك. انا اللي بشكرك جدا. انا بشكرك كابتن اسلام، وانا عندي هديه صغيره عايز اقدمها لك. ربنا يخليك. تعال اتفضل. ده مضربي فعلا؟ ايوه حبيبي، شرف ليا والله. ربنا يخليك. عمر عصر. ايوه بسم الله ما شاء الله. بس ده يتحط هديه تذكاريه. ده الماتش ده كان وش حلو عليا. كسبنا بيه الحمد لله في الاردن، وكسبنا بيه في الاولمبياد. يعني حابب جدا ان شاء الله ان انا اديهولك هديه. حبيبي يا عمر، ربنا يخليك. متشكر جدا. ربنا يخليك. وانا مبسوط ان انا كنت معاك. انا كمان كنت معايا النهارده، فانا بشكرك جدا على وجودك معايا. واحلى حاجه انت عاملها الستيكر اللي انت حاطه. طبعا طبعا. نادي الاهلي. نادي الاهلي دايما معانا. دايما معانا، ودايما تفضل في البيت الكبير. ان شاء الله يا كابتن. شكرا جدا يا عمر على وجودك معانا. شكرا جزيلا. وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا. الحلقه الحقيقه النهارده كانت ممتعه للغايه. اتمنى ان انت يعني كل ما تبقى موجود في مصر تيجي تعمل معانا الحلقه دي، علشان نلعب جيم زي ده تاني. دي حاجه تسعدني جدا يا كابتن. قضيت معاك وقت حلو قوي النهارده، وكان جيم جميل، وانت لعيب كبير يا كابتن. انا اللي بشكرك جدا يا عمر على وجودك معانا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا الحقيقه، واتمنى ان احنا نكون عملنا حاجه لواحد من النجوم الكبيره جدا 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 في عالم تنس الطاوله، عمر عصر. واحد من الناس اللي بتحب النادي الاهلي بجد، واحد من الناس الممتنه لوجودها في النادي الاهلي. شفتوا حضراتكم قد ايه وهو بيتكلم عن النادي الاهلي بمنتهى الحب وبمنتهى الاحترام، وكل حاجه حلوه. مثال رائع جدا للاعب المحترم وللبطل الاولمبي الكبير عمر عصر. كان معانا النهارده في الجزء الثاني من هذه الحلقة. أنا بشكره جدا وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ما تنسوش أن بكرة إن شاء الله مباراة النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي. الاستوديو التحليلي هيكون مع حضراتكم النجم الكبير الكابتن أيمن شوقي في الاستوديو التحليلي، ومعاه باقة من ألمع النجوم اللي هيكونوا محللين في هذه المباراة الهامة جدا، وافتتاحية الدوري، وإن شاء الله الفوز للنادي الأهلي في هذه المباراة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وإن شاء الله أشوفكم يوم الحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير.